مساء الخير متابعي ومشاهدي موقع تليجراف مصر، اهلا وسهلا بحضراتكم. معانا المحامي بالنقد الاستاذ عمرو عبد السلام، هيكشف لنا تفاصيل البلاغ اللي تقدم بيه ضد رؤساء الاتحادات المشاركه في بعثه الاولمبياد في باريس. اهلا وسهلا معانا مستشار. اهلا بك يا فندم، تحياتي لحضرتك ولجميع متابعي موقف تليجراف وطيب مصر. اهلا وسهلا. كنا عايزين نعرف تفاصيل البلاغ في البدايه. هو طبعا احنا بعد الفضايح اللي حصلت من البعثة المصرية في أولمبياد باريس 24 والخسائر الجماعية المتتالية اللي منيت بيها كل الفرق والمنتخبات المشاركة في الأولمبياد وما ترتب عليه من إساءة لسمعة مصر كدولة كبيرة لها تاريخ مشرف في الرياضة وترتيبها في تاريخ الأولمبياد، كانت الدولة الأولى على مستوى الدول العربية من الدول اللي حصلت على عدد من الميداليات، وصلت ل 39 ميدالية ما بين فضية وذهبية وبرونزية. طبعا المستوى اللي ظهر بيه البعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد كان مستوى سيء جدا، أثار غضب جموع الشعب المصري وأثار غضب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الدولة ما بخلتش على الاتحادات الرياضية كدعم مادي قدمته لهم، مقدمة لهم حوالي مليار و200 مليون جنيه، ميزانية كبيرة جدا. كان المفترض ان يتم اعداد كل اللاعبين المشاركين في هذه الحدث الرياضي علشان يظهروا بمظهر يشرف مصر ويليق بمكانة مصر بين دول العالم. طبعا النتائج اللي احنا شفناها نتائج كانت مخيبة للأمال، فكان لازم يتم تقديم بلاغ رسمي للنائب العام علشان خاطر نشوف المبالغ اللي الاتحادات الرياضية دي حصلت عليها اللي هي مليون مليار و200 مليون جنيه، أوجه الصرف اللي تم صرفها على الأنشطة الرياضية وعلى إعداد وتأهيل اللاعبين حصل إزاي، وكان إيه هو معيار اختيارهم للاعبين المشاركين، لأن إحنا شفنا إن المستوى كان ضعيف جدا ورديء جدا، كلهم خرجوا أو معظمهم خرجوا من الأدوار التمهيدية، محدش فيهم حصل إلا على برونزية واحدة في لعبة الشيش، وأخيرا النهاردة إحدى اللاعبات في رفع الأثقال سارة سمير، سارة سمير ربنا وفقها وحصلت على الميدالية الفضية. ولكن لما نيجي نبص إن 148 ولا 146 لاعب، اتنين بس اللي يحصلوا على ميداليتين، واحدة برونزية واحدة فضية، لا في حاجة غلط، ولازم يبقى في حساب رادع علشان نشوف الإهمال والتقصير جاي منين، نشوف الفلوس اللي الدولة دفعتها اللي هي أموال الشعب الغلبان اللي بيجي على نفسه علشان خاطر يساند ويقف جنب بلده، المبالغ دي اتصرفت فين واتصرفت على مين؟ لأن اللي احنا شفناه إن اللعيبة كلها اللي كانت مشاركة ما حدش فيهم اتصرف عليه جنيه واحد تأهيل وتدريب، ده مش منظر ناس اتصرف عليها مليار و200 مليون جنيه علشان خاطر يشاركوا في حدث عالمي زي كده. فطبعا اتقدمنا ببلاغ للنائب العام علشان خاطر يتم التحقيق فيه ويتم تشكيل لجان فنيه متخصصه يراجعوا اوجه صرف المبالغ اللي الاتحادات الرياضيه حصلت عليها، ويشوف اذا كان المبالغ دي بالفعل تم صرفها على اللاعبين من عدمه او ان هناك شبهة استيلاء على المال العام. بالإضافة إلى إن إحنا برضو طلبنا في البلاغ اللي إحنا كنا مقدمينه إن يتم فحص الذمة المالية لرؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية ونشوف حجم الثروات اللي موجودة عندهم، هل بيتناسب مع الدخل الطبيعي اللي بيحصلوا عليه ولا هناك تجاوز لحجم ثرواتهم، وبالتالي لو ثبت أن هناك
اي كذب غير طبيعي في حجم ثرواتهم هيتم التحفظ على جميع ممتلكاتهم سواء الثابته او المنقوله. تمام، معايا مستشار. يعني كان ايه رد فعلك لما شاهدت البعثة، وكمان خصوصا ان في لاعبين بيشتكوا ان هو اساسا ما تلقوش الدعم الكافي؟ ما هو ما ده اللي احنا بنقوله يا فندم، هو ده اللي احنا ما مش عايزين حد فينا يلوم على اي لاعب مشارك. الناس دي جايبينها من تحت، ما تصرفش عليهم. تقريبا كانت التدريبات والتأهيل كان بيبقى من جيبهم الشخصي، فلوس البلد راحت فين اللي المفترض ان هي موجهة علشان خاطر يتم انفاقها عليهم علشان خاطر يتأهلوا. وده كان السبب في ان احنا شفنا المناظر المخزية اللي كانت موجودة في الحدث الرياضي، ان مفيش لاعب اصلا مؤهل ان هو يحصل على اي ميدالية. يعني اللي احنا شفناه ده اعتقد ان هو لا يكفي ان هم يشاركوا بيه في اي بطولة من بطولات الجمهورية، مش اولمبياد الدول العالم كلها بتشارك فيها وبينتظروها كل 4 سنين. استحالة. حضرتك شايف ان ميداليتين، واحدة برونزية واحدة فضية، ده كافي بالنسبة لدولة بحجم مصر؟ لا غير كافي طبعا، لان احنا زي ما قلنا لحضرتك مصر، تاريخ مصر على مدار الاولمبيات من ساعة ما بدأت 1912 لحد الان، مصر حصدت ما يقرب من 39 ميدالية، ما بين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. كان كل حدث مصر بتشارك فيه كان بتحصل على ما لا يقل عن 6 أو 7 ميداليات. فلما يبقى عندنا في 148 لاعب مشارك والمحصلة النهائية تبقى ميداليتين بس، لا. هل الفلوس او المبلغ اللي صرحت بيه وزارة الشباب والرياضة لو كانت اتصرف صح كان ممكن يختلف الوضع؟ ده اكيد طبعا. هو انت حضرتك وزارة الشباب والرياضة والدولة قدمت الدعم المادي الكافي للاتحادات الرياضية دي عشان الفلوس دي تتصرف على تدريب وتأهيل اللاعبين. الفلوس ما اتصرفتش عليهم، فبالتالي مش هيبقى فيه نتيجة مشرفة انت هتنتظرها. احنا حاليا في يعني في انتظار الاجراءات الجاية. ايه الاجراءات الجاية؟ هو احنا طبعا البلاغ اللي احنا تقدمنا بيه للنائب العام هو مازال قيد الفحص في المكتب الفني، ومنتظرين ان معالي المستشار النائب العام يصدر قرار بالبدء في اجراءات التحقيق. تمام، شكرا جدا معالي المستشار. طبعا.